العالم الهولندي يحذر هناك هزة أخرى في المغرب بعد قليل، ويقول على تويتر: تنبأت زلزال المغرب قبل 9 أيام. هزة أرضية ضربت مدن المغربية الرباط، الدار البيضاء، سلا، فاس، مكناس، مراكش ومركزها في أكادير. هنالك حالة من الخوف والرعب خصوصا بين سكان مدينة أكادير. قال عالم الزلازل الهولندي فرانك: لقد تم تحديد منطقة الزلازل منذ 9 أيام يوم 30 أغسطس بسبب التقلبات الجوية الواضحة. وأضاف العالم الهولندي في تغريدة له على موقع إكس تويتر سابقا قبل قليل: لقد شددت على المنطقة في أحدث التوقعات. وأيضا في تغريدة قبل يومين: يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي لدينا مؤشرا مهما، نأمل أن لا يكون هناك ضحايا. وحذر العالم الهولندي من هزة ارتدادية عنيفة في المغرب. وتعرضت المغرب في وقت مبكر من صباح اليوم لزلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.